يسعد مساكن يا أحلى متابعين اليوم بدي أفض شوي الغربة كربة ما هيك؟ وخصوصا بهيك ظروف وانتي بالغربة وتكوني ماشية بالشارع وفجأة بتسمعي لهجتك أكيد عند الكل الوطن أم وما في أحلى من أهل وطنك وخصوصا وقت بتسمعي لهجتهم أجاني هاتف واز لهجة حلبية من بلدي شاب عم بيقلي خالي بدي مساعدتك عم بطرق أبواب كتيرة للأسف ما حدا عم برد علي وعم بيطلبوا الكل مصاري وأسعار فوق أنا شاب جامعي طلعت لألمانيا ودرست خمس سنوات فن الطهي بعتلي شغله فعلا شغل من اروع ما يكون ويرفع له القبعه ولكن حظه قليل بده يعرف شلون يقدم ويفيد هالناس باشياء رائعه وفعلا فيها ابداع هالصور هدول شغله وهلا رح يقدم وصفه وراح نبدا بفيديو بسيط وباذن رب العالمين بدي اتعاون معه وبرمضان راح نقدم شيء كثير حلو، قلت له عرفت وين تدق الباب هون باب الخير ولله بدون اي مقابل يسعد لي قلبكم وان شاء الله كل عام وانتم بألف خير وسلام بقدوم شهر الخير وشهر البركه شهر رمضان الله يعم الخير والسلام على كل من يحبون بيحبونا حبايب القلب نهار الأحد رح يكون شيء كتير استثنائي رح يكون في شيء كتير حلو نهار الأحد رح أكون مع الشيفة شيخة الكار الشيفة دلال دلال حناوي اللي أنا بعزها وبحترمها من جوات قلبي اللي قديش ما فتلت بلدان وقديش ما تعلمت بمطاعم أوروبية ومعي شهادات بس خبرة الشيف دلال عطول بزداد منا نهار الأحد كونوا كتار وشاركوا البس راح تكون حلقة كتير استثنائية وحلقة كتير حلوة راح نقدم طبقين شغل أدب واحترام وراح نكون إن شاء الله خفيفين الظل عليكم وتكون حلقة كتير ممتعة أخواتي نهار الأحد راح يكون الساعة سبعة بتوقيت سوريا وتوقيت مكة المكرمة والساعة ستة بتوقيت أوروبا كونوا كتار نهار الاحد ناطرين كون تحياتي اخوكم الشيف خوجه بإذن رب العالمين رح نتعاون سوا ونطرح وصفات مشتركة برمضان رح نعرض الشوربات نعرض العصاير لقيت فيه روح الشباب روح التجدد وهذا نحن بحاجته ونحن قلنا طول عمرنا بنفتخر إنه عم نتعلم من الصغير والكبير رح نعمل مشاركة لايف بس مباشر أنا وياه على صفحتي المتابعة الخاصة فيني فيها أكثر من مليون متابع بتمنى تتابعوا البث المباشر يوم الأحد رح أحط لكم الرابط بصندوق الوصف ورح نتعلم وصفتين وصفة مني ووصفة منه وصفة المشبك اللي عم تقرش طول ما لا موجودة عندك تفضل عم تقرش ما بتليد ابدا ووصفه مشبك باسم جديد ومختلف رح يعمله هو بتقديم جديد فيه روح الشباب والتجدد اللي نحن بحاجته وإن شاء الله القطايف اللي عم بتعاني الصبايا منه رح نعمله ناجح مليون بالمية مثل ما لكم شايفين أي وصفة بدكم إياها ممكن أصورها فيديو جديد اطلبوا وتمنوا شبك لبك لأنه فيديوهاتنا القديمة عذرا كانت ما منيحة التصوير كان سيء تابعونا ما تنسوا يوم الأحد الساعة سبعة المساء وبتمنى من الطيبين ومن محبين خالي دلال دعم هالشيف اللي اسمه خوجة اللي فعلا تقديمه خواجة أعطونا رأيكم فيه لحتى يتقدم ويعطي كل شيء درسه على طبق من فضة قال لي خالي دلال أنا بهمني رأي المتابعين لحتى فعلا أعلم بحب نحن صرنا عيلة منحب الخير ومنحب نساعد تحياتي بودعكن ما تنسوا دعموا بقناته والاشتراك لأنه قناته جديدة لسه شهر صلوا فاتحة وطبعا الأجر من رب العالمين